عاشور لا، اكرامي لا، رايك ايه؟ فتحي لسه الجلسه. هو اولا اكرامي كان حسب موقفه، اكرامي واخد يعني قرار. يعني اكرامي كان هو من نفسه من قبل الجلسه بالظبط قال لك انا همشي وهلعب في مكان تاني او الكلام ده، فاكرامي بالنسبه له الوضع بتاعه محسوم. تمام. بالنسبه عاشور لعاشور هو اتفاق بين طرفين، لكن الاتفاق حصل فيه اختلاف، لكن ما حدش اختلف على حسام عاشور سواء لا من مجلس الاداره طبعا ولا من الجمهور بتاع النادي الاهلي. فانا من هي وجهة نظر فنيه بس، بص، مدير فني. هو حتى لو مدير فني، انا كنت اتوقع حاجه او كنت اتمنى حاجه تانية، كنت اتمنى ان هي تحصل، ان انت كنا النادي الاهلي هيصرف مثلا مبالغ على كورسات حسام عاشور او بعد الاعتزال. انا كنت اتمنى حتى لو رغبه المدير الفني مش معايا، ان انا كنت اكرمه حتى ادفع له الفلوس اللي كانت اللي كنت هصرف عليه في الكورسات، ان انا كنت اسيبه اعتزل جوه النادي الاهلي. انا كنت اتمنى كده، واتمنى من حسام عاشور ان هو ما يلعبش في اي مكان جوه طب مصر. رايك ايه في الاربع عروض اللي عرضها النادي الاهلي على اللاعب؟ ما انا بقول لك، انا كنت العروض كلها كويسه جدا، وانا انا زي ما بقول لك انا يعني اتمنى. مثلا موضوع مهرجان اعتزال ده قدام الاهلي ما بيعملوش اصلا، لكن مع لعيب بقيمه وحجم حسام عاشور كقائد الفريق فواخد قرار او عرض على اللاعب، ما هو الاهلي يعني حته ان حسام عاشور جانب فني وكلام من ده احنا ما حدش يقدر يختلف طبعا اهميه عاشور، طبعا. لا وكلنا كنا نتمنى ان هو بس يكون انا عايز موجود بس وكلام انا من عايز ده، اوصل عايز لكن انا بتكلم في التعامل الاحترافي ورايك فيه ايه من النادي الاهلي؟ ما ده طبيعه النادي الاهلي ان هو تمام. بيكرم ابنائه، يعني دي حاجه معروفه، يعني حلو. النادي الاهلي دايما حتى مثلا واحد زي بخلاف كمان التكريم يا قطب، معلش، حته الموافقه على قرار مدير فني هو المسؤول، ده سيستم في النادي الاهلي معروف. لا، هو ده سيستم الانديه الاحترافيه، حلو. يعني خلينا نبقى متفقين ان ده سيستم، يعني حتى الناس كان مثلا كانت بتتكلم على روما مع توتي او الكلام مثلا ده كله، توتي كان بيقعد في المدرجات، ما كانش بيقعد حتى على الدكه، يعني ده فدي طبعا بالنسبه لي انا مش شايفها حاجه كويسه يعني، لكن هي بتبقى نوع من انواع التكريم، ان انت ما بتسيبش النادي، ما بتسيبش حسام عاشور او بتسيبش اللاعب بتاعك يطلع بره بالظبط. او يطلع. انا من وجهه نظري انا نفسي حسام عاشور ما يلعبش في مصر، يعني لو كان حسام عاشور عايز يكمل عايز يكمل. يكمل بره، زي مثلا ما حسام غالي لعب مثلا كده في النصر السعودي او لعب في السعوديه فتره وبعد كده رجع مسك يشتغل شغل الاداري بتاعه او يشتغل اي حاجه هو عايزها. فانا اتمنى ان حسام عاشور ما يخسرش جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي بيحبه. عمر ما جمهور النادي الاهلي ولا عمر حسام عاشور هيخسر جمهور النادي الاهلي حتى لو لعب في اي نادي لا، في مصر. ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، التصريح اللي خرج من احد المواقع لما بيسالوه على التجديد قال لك اللي فيه الخير مش عارف ايه، يعني ربنا يعمل اللي فيه الخير. ما صدقش انا الكلام ده غير لما اسمعها من عاشور. انا بتكلم ان في موقع او ظهر الكلام دوت وما فيش نفي او ما فيش حاجه، فانا مش عايز حسام عاشور ببعض التصريحات الغاضبه او هو من جواه، يعني لما طلع قال لك مثلا ان في موقع قال لك الاهلي باعني، انا ليه هو تصريح من غير محله ليه؟ لان غير انت موفق. طبعا، لان انت مش عايز اقول لك انت بتضيع مجهود بس السنين طبيعي اللي انت تلتمس عملتها. العذر للعيب كبير ما انا زي حسام بلتسم، عاشور ممكن بس يكون انا بس زعلان، في نفس الوقت لكن خلينا في كل الاحوال يا قطب بنقول ايه، مثلا ان اي قرار بيتم بعض الاشخاص بيبقوا موافقين القرار ده والبعض الاخر بيبقى رافض لهذا القرار، اوكي لازم تمام، يبقى فيه اختلاف في وجهات انا النظر. معاك، بس انا بتكلم انا كلاعب ما ينفعش ان انا العب على مشاعر الجماهير، يعني مش علشان مثلا انا كلاعب شايف ان مجلس الاداره خد قرار من وجهه نظره او من وجهه نظري انا كلاعب غلط، معنى كده ان انا العب على وتر الجماهير. انا ضد ان انا العب على وتر الجماهير في اي الاحوال. انا كنت من المفترض، يعني انا النادي الاهلي عرض عليا اربع عروض، تمام. انا اختار منهم اذا كنت انا عايز اكمل فعلا وشايف ان انا اقدر اكمل، خلاص يبقى انا احترم تاريخي واحترم النادي الاهلي، اطلع العب بره وارجع على النادي الاهلي، غير لما اروح العب في نادي تاني او اقول كلمه ملهاش لازمه او اقول حاجه ملهاش لازمه، مع ان النادي الاهلي فتح لك دراعاته برضه، يعني حتى في بعد رأيي الاعتزال النادي الاهلي فتح لك دراعاته، طبعا طبعا. فانت مش عايزك كحسام عاشور او كلاعب تقول كلام يضايق مجلس الاداره اللي هو فتح لك ابوابه. أنا في رأيي يعني أو في رأي عدد كبير جدا من الأهلاوية، إن الكلام مثلا اللي ممكن يتكتب في مواقع على لسان حسام عاشور ده أنا أشوف إن أنا أحب أسمعه
ما قراهوش. ايوه ما حسام عاشور ما أنا هو تطرق لك اسمعي بس خليني اكملها للاخر. حته بقى ان ممكن البعض يكون حابب ان حسام عاشور يكمل ما يلعبش في اي نادي في مصر، او البعض كان شايف ان فعلا كان لازم حسام عاشور يخلص مشواره لحد النقطه دي، دي اراء. لكن اللي كل الناس متفقه عليه بشكل كامل هو قيمه وقدر وامكانيات حسام عاشور الفنيه والاخلاقيه وعلاقته بالنادي الاهلي. طبعا دي حاجه مستمرة. دي حاجه وانا اعتقد كمان ان دي مش حاجه تختلف عليها، الناس هتلتمس العذر بشكل كبير جدا لاي تصريح ممكن يكون خرج بشكل انفعالي. بس انا كلاعب وتاريخه الكبير بص يا كابتن امير، انا كلاعب شايف ان الدنيا لمؤاخذه يعني ايه فايره شويه او مشتعله مثلا او في كلام تصريحات بيطلع على لساني. انا كلازم اقطع الشك باليقين وما اسيبش الجمهور بتاعي يطلع يشكك في اي حاجه مكتوبه. لا انا اطلع اقول والله انا ما قلتش الكلام ده، او انا الكلام ده فعلا حقيقي. انا كلازم حتى لو بتويت على 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 تويتر او على فيسبوك او على اي حاجه يعني، انما انا لازم زي مثلا شريف اكرامي ما سابش اي حد خالص يتكلم لا على الاهلي ولا على اللاعب. الراجل طلع بكل ادب وباحترام قال لك انا بعتزل او انا هروح ولا انا هاجي ولا انا مش هكمل او انا مش هكمل. ده بقى اللي انا اقصده، ان انت منعت الكلام للكل والقال. انما انا اخرج من النادي الاقي تصريحات طالعه على لساني بالطريقه ديت وما ردش، هتزعل الجمهور منك، هتزعل مجلس الاداره اللي عرض عليك طلبات ما عملهاش مع حد منك. مفيش زعل باذن الله ولا حاجه، ولازم تلتمس العذر لحسام عاشور. انا مقدر اللي هو فيه طبعا، انا يعني انا مقدر اللي هو الكلام ده حقيقي ولا لا بصراحه، لكن لو هو اتكلم في الاتجاه ده لازم تلتمس العذر اللي قيمه كبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي. ما أكيد انا كلامي علشان الناس ما تزعلش منه بالظبط كده، ده اللي انا اقصده. يعني انا مش بهاجم حسام عاشور، لا انا مش عايز الناس تزعل منه، او انا مش عايز الناس اللي بتحبه او بتقدر تاريخه اللي عمله جوه النادي الاهلي ان هو بكلمتين هو ليه يتنسي الكلام ده كله. يعني ليه رصيد كافي عند جمهور النادي الاهلي، ما اعتقدش طبعا حد هيزعل منه اطلاقا، حتى لو بعض التصريحات ممكن تكون غير موفقه. طبيعي ممكن اي حد يغلط يعني، او حد يقدر المواقف بشكل خاطئ او تصريحاته بشكل خاطئ، لكن